أسعار الليمون يا جماعة طبعا في من 20 لحد 25 جنيه، تمام، حسب جودته. ده بالنسبة للليمون. طبعا الليمون أسعار التوم هي المرتفعة في سوق العبور، باقي الأسعار منخفضة جدا جدا. البصل أسعاره منخفضة، البطاطس ابتدت برضو إن هي يعني تريح شوية. هنشوف الأسعار وهنشوف كل حاجة. بشكر كل المتابعين على دعمهم للفيديوهات السابقة. بقول يا متابع جديد او اي مشاهد جديد اول مرة يشوف فيديوهاتي، متنساش تعمل لايك الفيديو واشترك في القناة علشان يصلك كل جديد. في نهاية الفيديو برضو هسيب لك في شاشة النهاية فيديوهات هامة جدا جدا عن المحاصيل الزراعية وطرق زراعتها ومعاد الزراعة، يعني حاجة جميلة جدا ان شاء الله تعجبك يعني بإذن الله. يعني هنشوف الاسعار النهاردة بتاعت الخضار، فتابع معايا الفيديو. بالنسبة لاسعار البطاطس في سوق العبور، يعني هتلاقي طبعا في البطاطس الكارة فيها من 9 جنيه لحد 9.5 جنيه و10 جنيه في الجودة العالية. الاسبونتات طبعا هتلاقي من 10 جنيه لحد 11 جنيه حسب الجودة. ده بالنسبة لأسعار البطاطس، والأغلبية دلوقتي اللي موجودة في السوق يا جماعة اللي هي البطاطس الكارة، يعني هي اللي كتيرة جدا في الأسواق. طيب بالنسبة لأسعار الكوسة، طبعا في معاك يعني من 6.5 و7 جنيه لحد 8 جنيه في الجودة العالية. اسعار الخيار يا جماعه، طبعا الخيار البلدي في خيار بلدي يعني معاك من 6 جنيه و5 جنيه لحد 7 جنيه، والخيار الصوب يا جماعه فيه لحد 9 جنيه. بالنسبه لاسعار الطماطم منخفضه جدا في سوق العبور، يعني بالعدايه وزن العدايه من 18 ل 20 كيلو، في عدايات 25 كيلو. انضف حاجه في الطماطم لحد 100 جنيه، يعني معاك من 40 و45 جنيه لحد 100 جنيه في الجوده العاليه جدا في الطماطم، يعني اسعارها منخفضه. اسعار البامية يا جماعه، طبعا في يعني من 20 لحد 25 27 جنيه حسب الجوده. الباميه كل ما صغر حجمها جودتها بتبقى عاليه. بالنسبه للفلفل الالوان يا جماعه، طبعا في من 13 جنيه لحد 18 جنيه في الفلفل الالوان، اعلى حاجه في 18 جنيه. اسعار البتنجان العروسه يا جماعه، طبعا يعني في بعض التجار بتقول 8 جنيه و9 جنيه، وبعض التجار بتقول 7 جنيه. بالنسبة لأسعار البصل، طبعا أسعار البصل منخفضة جدا في سوق العبور. وطبعا قلنا قبل كده توقعات أسعار البصل لو زاد السلعة بتزيد يا جماعة، سعرها بيقل. والبصل كتير ما شاء الله والخير كتير، فالمستهلك حابب تخزن الحق اشتري وخزن، محدش عارف السوق هيروح على فين. أسعار البصل النهاردة يا جماعة، في بصل يبدأ يعني معاك من 5 جنيه لحد 6 جنيه و7 جنيه. بالنسبة لأسعار البصل يا جماعة، أعلى حاجة في البصل 7 جنيه 7.5 جنيه بالكتير. سواء أبيض أو أحمر كله أسعاره مقاربة لبعضيها وأسعاره مرتاحة جدا جدا. طيب بالنسبة لأسعار التوم، مفيش غير التوم يا جماعة قلنا هو اللي سعره عالي، وباقي الخضار يعتبر في سوق العبور منخفض جدا جدا. أسعار التوم، طبعا التوم نشف دلوقتي يا جماعة، يعني في توم معاك من 40 جنيه لحد 45 جنيه، في توم من 40 لحد 45 جنيه، في توم يا جماعة اللي هو الروز بس يا جماعة، في يعني هتلاقي 50 جنيه 55 جنيه، ده روز بس يا جماعة. هتلاقي في شكاير كده 10 كيلو، فممكن تقطع معاك طبعا ب500 جنيه و550 حسب جودتك. الفيديوهات اللي بقولك عليها موجودة قدامك اهي، ممكن تضغط عليهم تشاهدهم لو حابب تستفاد. اتمنى اكون افدتكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.